بقول لكم يا جماعه حد يمسكني عشان انا يعني انا اهبل في بشوف الحاجات التكنولوجي دي بقى ايه دماغي بتتعب. تمام. انا اشتريت سكوتر دلوقتي كهربا بس سكوتر عالمي يعني انا جاي احضر الايفنت واسلم على توني واسلم على الناس وانقل لكم تجربه العربيات الكهربا بس انا هوريك بقى حاجه دلوقتي كلت دماغي بوظت دماغي. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي عربيه بتحرك بيها كده جوه الكومباوند يعني نوسة جميل ولسه لابسها يعني لسه شاري انا جبت لها بقى اخوها دلوقتي بس انا مبسوط انه صنع في مصر او يعني كل اجزاءه متجمعه في مصر لان في مصنع هنا بيجيب الاجزاء دي وبيصنع بيجمع يعني. تمام. هو مش اختراعنا ومش التصنيع المصري بتاعنا هو المكونات صينيه لكن مبسوط ان في ايدي عامله وناس شغالين في مصر وبتاع. فانا شفتهم دلوقتي هم جم ندهوني ادخل البوست بتاعهم واتفرج وبتاع شفت عندهم حاجات حلوه قوي واسعارها تحفه وعالميه وهوريكوا حاجه دلوقتي اعمل شير بقى احسن ده مهم قوي ده اهم من الفيديو اللي قبله وانا اشتريته يعني جربته واشتريته قلت لهم والله لاخده. تمام. اروح بيه الجيم اتحرك بيه بتاع شكله عجبني قوي يعني هو كاستم يعني انا هوريك دلوقتي حاجه مذهله وعملي جدا بيمشي 50 كيلو وبيشيل وزن ويشيل 2 وسرعته التحفه البتاع بيرفع حصان عالمي. بص يا باشا بص شكله روعه تحس انه انديان صغير كده او هارلي ديفيدسون يعني ما شكله روعه بص شكله قمر. هي الشركه اسمها ايرو وليها وكيل وقطع غيار وعندهم عادي وهم اللي بيقفلوا بيجمعوا هنا في مصنع مصري شكله تحفه. انا اشتريته بقى وادي المفتاح بتاعه اهو وانذار وتقفله وتفتحه وتشغله عن بعد من ال بص انا شغلته اهو مدي رينج البطاريه اهو البطاريه فاضل نتشال منها شرطه وادي اعداد السرعه وادي السرعات في 3 سرعات 1 و2 و3 انا اساسا عامله على 1 دي لانه عالمي بينطلق انطلاقه رهيبه. تمام. والباتري الليثيوم هنا بتتشال يعني بورتبل وبيلت ان ممكن تشحنه وهو جوه العربيه وممكن تشيله وتطلع بيها البيت وتفصلها خالص. المفتاح هنا اهو تفتح الباب ده وتشيل الباتري تاخدها تشحنها معاك جوه البيت او تشحنه وهو واقف عالمي. وعندهم بوكسات شيك قوي ورا بتركب هنا وياخد 2 يتحمل 2 وبيتحمل اوزان قال لي بيتحمل لحد 150 كيلو وبتاع فشكله تحفه. وبص بقى يعني عاملين صياعه بص العجله اللي ورا تحس انه كاستم كده والدريكسيون وبتاع لا عالمي طبعا كهربا بالكامل. الحلول دي بقى للتنقل محترمه جدا. بص شكله عامل ازاي شكله تحفه. بص الفرده اللي ورا والشنط وبتاع ومساعدين عشان الراحه وكلام محترم يعني شكله تحفه. سعر دي 58000 جنيه ده ب 58000 جنيه يعني بثمن موبايل ايفون 15 برو مش برو ماكس تخيل. والله العظيم تحفه. انا اشتريته وهاخده معايا تمام. ده انا هوريكم عندهم حاجه دلوقتي تاني عبقريه ب 17000 جنيه فقط عبقريه. بس يعني مش ستايلي ولا دماغي بس هتنفع للسن الصغير او تنفع للتحركات لو ابنك او بنتك او عندك بنوتين او بتاع. مكانهم في التجمع الخامس موجودين في التجمع الاول الشركه وهي الوكيل وهي الضمان وهي كل حاجه. وبص من قدام وعاملين الفوانيس كده زي الدائريه بتاعه زمان شبه الموتوسيكلات الانديان والهارلي وبتاع ايه ده ايه الدلع ده. لا تحفه. انا جربته من شويه لسه سرعته 50 يا جماعه سرعته 50 وبقول لك ب 58000 جنيه تحفه. لا يبدو ان الحاجات الكهرباء دي هتقدم لنا حلول محترمه قوي وبياخد 2 بص يقعد 2 مرتاحين جدا. انا خدت حد ورايا من شويه وادي اهو بص على الريموت تقفل قفلت اهو كده شكلت الانذار تمام فشكله تحفه. تعالوا بقى موريكوا حاجه تانيه حلوه قوي. البطاريه تمشي 50 كيلو تمشي 50 كيلو بطاريته تمشي 50 كيلو ده حلو قوي ان بطاريته تمشي 50 كيلو يعني جميل جدا. يعني انا عندي عربيه صغيره ميني كار
سيتي كار في اللي هي بمشي بيها جوه الكومباوند. العربيه بتمشي 80 كيلو، حلوه قوي ان موتوسيكل زي ده بطاريته تمشي 50 كيلو، وتجربه سواقته ممتعه مع الدريكسيون الكاستم ده وبتاع. شكله صايع، شكله صايع. يا باشا والله كنت بجيب بيهم دايو. انا عارف ان كانوا بيجيبوا دايو لانوس، بس انسى بقى خلاص، انسى يا باشا، انسى خلاص. ما بقوش بيجيبوا دلوقتي موبايل، فانسى بقى. ما احنا ما عندناش ذنب في كل ده، تمام. وعايز اقول لك بقى ميزه حلوه قوي، ما بيترخصش وقانون، هما بيدوك مبايعه وده اقل الموتور بتاع الموتوسيكل ده 2000 واط، فهو اقل من 4000 واط، ما بيترخصش وقانون. هما بيدوك مبايعه بتاعتهم وبيدوك الضمان بتاعهم وعادي، يعني يعتبر عجله. المرور بيعتبره عجله، امشي بيه عادي. موتوسيكل كهربا تحت 4000 واط عادي، طلع المبايعه اللي معاك وعادي جدا، لا يحتاج لترخيص. والله شكله محترم جدا. تعالى اوريك بقى حاجه تانية رائعه ب 17000 جنيه. خليك معايا، استنى استنى استنى. انا اشتريته يا جماعه، اتخرب بيتي، اقسم بالله انا اتخرب بيتي، انا اتخرب بيتي. مبسوط قوي انه تجميع مصري. اي رايد اهم الشركه. يا ناس بتسال العنوان فين، انت قلت لي التجمع الاول، انتوا الضمان معاكم، لو حصل فيها حاجه مش هسيبكم. حبيبي ليكوا اربع فروع في سموحه، عزبة سعد في وش شركة الغاز، وليكوا في اكتوبر في وش كايو ميديكال سنتر بتاع التجمع الاول بقى اللي هو جنبي، بتاع التجمع الاول حي البنفسج 4، تمام. وليكوا في مدينة نصر كمان، انتوا اللي بتجمعوا الموتوسيكلات دي، وانتوا الوكيل ليها، شركة ايرو دي، تمام. وشركة رايا، دي جولف كار، تخصص الجولف كار. اوكي، معانا شركه تاني اسمها سيجما، دي تخصص بنش باجي، تمام. اوكي طيب، اهو يا جماعه ده اللون الاسود بتاعه، بس انا خدت الاحمر عشان الاحمر صايع قوي الصراحه. ده اللون الاسود بتاعه. بص بقى، انا هوريكم حاجه حلوه قوي دلوقتي ب 17000 جنيه، هاخده برضه، هاخده للبنات عندي برضه. بصوا ده خول اصفر، بس التاني شكله بالنسبه لي احلى، ده ب 50. بصوا ده يا جماعه، ده ب 17000 جنيه، ده ب 17000 جنيه، متخيل؟ قمر. بص البوكس ده، وجربته من شويه كان تحفه، وركبت حد معايا كبير يعني. وبرده الشاشه اهي مشحون على الاخر. ده بيمشي قد ايه؟ 30 كيلو؟ من 30 ل 40 كيلو في الشحنه الواحده، من 30 ل 40 كيلو في الشحنه الواحده. ده اسمه ايه؟ دي جوري، دي جوري. من 30 ل 40 كيلو صنع في مصر، دي بالنسبه لي مهمه قوي قوي قوي. والله دي اللي شجعتنا اشتري. يعني تمام، ما هو احنا لو ما تشجعناش وما خدناش الخطوه مش هنعمل حاجه. زي الفل اهو، والناس بتدي عليه ضمانه. ده ب 17000 جنيه، ب 17000 جنيه. لو رحت تشتري لابنك عجله دلوقتي هيقول لك 25000 جنيه، ب 17000 جنيه تحفه. انتوا اي رايد اهو، تمام. هوريكوا تاني الموتوسيكل بتاعي، وحد يمسكني عشان انا اتخرب بيتي. انا عمال بص شكله من بعيد، وحش واقف. شيل ايدك يا كابتن النبي عشان لسه دافع. ماشي، اهو قمر صنع في مصر، جميل والله العظيم. هستهبل واروح بيه مع البايكرز بقى، فصيع كده اسبوع، انا لسه هلعب فيه لعبه جامد قوي. هوريكم بقى ريفيو بتاعه، وهعمل له ريفيو كامل، وهعمل له كمان بعد استخدام شهر، لاني خلاص انا اشتريت بقى. هم عندهم اربع فروع زي ما قالوا، فرع في التجمع، وفرع في مدينه نصر، وعزبه ايه مش عارف، عزبه سعد، وفرع في اسكندريه، وفرع في 6 اكتوبر، تمام. هحط لكم ارقامهم وكل حاجه.
هنساعد ما تقلقش، هحط لكم ارقام ب 58,000. ده اعلى واحد واغلى واحد فيهم اللي انا اشتريته ده ب 58,000. وريتكم واحد من شويه ب 17,000 تحفه. السرعه 50 كيلو والمدى 50 كيلو وما بيتخص، بيدوك مبايعه تمشي بيها عادي، ما بيتخص لانه تحت 4000 واط زي العربيات الكهرباء كده، تحت 55 كيلو واط ما بتتخصش. فتحفه، بيتشحن عادي، يا تشيل البطاريه وتطلع بيها البيت تحطها في الفيشه، يا تشحنه لو انت عندك جنينه او عندك حاجه بلت ان عادي، المخرج موجود عادي. تمام اهو، يا تشحن يا تشيلها، يا تفتح وتشيلها وتطلع بيها البيت. لطيف جدا 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 جدا. اعملوا جيب للفيديو ده لان دي حاجه صنعه في مصر، دي حاجه صنعه في مصر ووكيلها مصري. تمام، وانا هتابع معاك واقول لكم تجربتي معاه عامله ازاي. يلا سلام عليكم، سلام عليكم. وهحط لكم اللينكات وارقام تليفوناتهم وكل حاجه. وانا اشتريته ودفعت الفلوس بس عشان ابقى صريح معاكم، هو سي او الشركه كلمني لما عرف ان انا موجود وهيديني هديه اللي هو السكوتر الصغير. فانا قلت له انا مش محتاج حاجه، هو محترم وجميل يا حبيبي، وانا بعمل ده من نفسي لان هو صنع في مصر. فهو الراجل عرض عليا هديه، قال لي لا ده هو يعني زياره حضرتك دي وانك انت بتشتري مننا، فانا عايز ادي حضرتك السكوتر الصغير اللي هو اللي بتحط رجلك عليه ده وتمشي. فانا قبلت الهديه منه طبعا عشان ما احرجوش، لكن انا هشتريه بثمنه وعاجبني وهدعم اي حاجه صنع في مصر حلوه كده. تمام، فانا بقول لكم على كل حاجه اهو. يلا السلام عليكم.